بكم في فيديو جديد من سلسلة احترف برنامج وورد. في هذا الفيديو راح نتعلم كيفية إضافة جدول المحتويات الفارست. طبعا مع عصر البحوث الإلكترونية الكثير منا يحتاج عمل البحوث، ومن عناصر البحث المهمة اللي هو جدول المحتويات. حتى نعمل جدول محتويات دايناميكي واحترافي بشكل سهل وبسيط، لابد أن نضيف تنسيق أو نمط لجميع العناوين اللي يريدها تظهر في جدول المحتويات. مثلا عندنا هذا العنوان، راح نحدده ونضيف له نمط، مثلا نجي إلى هذا العنوان واحد، ومن ثم نجي إلى العنوان الثاني ونضيف له نمط، وهكذا يتم إضافة الأنماط لجميع العناوين. السبب هو أنه البرنامج راح يلتقط هذه العناوين المضاف لها نمط، وطبعا راح يلتقط رقم الصفحة الخاص بكل عنوان، وراح يضيفه بجدول المحتويات بشكل دايناميك من خلال خطوة واحدة فقط. طبعا بعد ما نكمل جميع العناوين راح نعمل جدول المحتويات بشكل سهل. مثلا راح نضيف جدول المحتويات بهذه المنطقة، راح نضغط Ctrl Enter حتى نضيف صفحة جديدة، ومن ثم نجي إلى مراجع، ومن ثم جدول المحتويات على اليمين، نختار أحد هذه الأنواع، وأنا أفضل النوع الأول، ومن ثم راح يتم إضافة جدول المحتويات بشكل سهل وبخطوة واحدة فقط. طبعا بالإضافة نقدر ننسق العنوان بشكل سهل، وطبعا نقدر ننسق جميع هذه النصوص أيضا بشكل سهل وبسيط. الجيد بالموضوع أنه في حال لو ضفنا عنوان جديد مثلا بهذه المنطقة، مثلا راح نضيف عنوان اللي هو أسس البرمجة، هذا العنوان اللي ضفناه راح نضيف له نمط جديد، ونجي إلى مثلا عنوان واحد. طبعا لو حبينا نضيف العنوان الجديد إلى جدول المحتويات، كل ما هنالك نجي إلى مراجع، ومن ثم تحديث الجدول، طبعا نضغط على تحديد الجدول بأكمله، ومن ثم موافق. نلاحظ أنه راح يضيف أسس البرمجة. أيضا بإمكاننا نضغط كليك أيمن وتحديث الجدول أو تحديث الحقل، ونختار تحديث الجدول بأكمله. طبعا هذا الموضوع راح يسهل علينا إضافة جدول المحتويات بشكل سهل وجميل.